الوليد بن الوليد رضي الله عنه أرسل إلى كسرى عظيم الفرس، أرسل إليه إنذارا حربيا شديد اللهجة، قال له يا كسرى أسلم وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. ولما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعبت أوصاله وتفككت أعصابه وأرسل إلى حاكم الصين يطلب منه النجدة والبدن، فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بك.